يعني صراحة هذا الفيلم هذا ديال نبيل عيوش اللي عمل ضجة كبيرة في المغرب. الضجة هذه اللي حنا مغاربة عندنا دين وعندنا قيم وعندنا تاريخ وعندنا يعني احترام. فهاد الانسان هذا نبيل عيوش اساء للمغاربه واساء للمجتمع المغربي، وكنطلبوا من الحكومه المغربيه والمسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم تجاه المملكه المغربيه، تجاه المغرب، لان هاد الانسان هذا اساء للمغرب. لان حنا شفنا هاد اللقطه ديال 10 دقائق، شفنا يعني الفيديو، شفنا فيه يعني اشياء لا تليق بالاخلاق ولا بالقيم. وهذا يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى والحكومه ديالنا تكون صارمه في حق نبيل عيوش، اللي صراحه لا يمثل الشعب المغربي ولا يمثل الدين ديالنا والاخلاق ديالنا. ونتمنى كما قلنا يعني اكثر من مره المسؤولين ديالنا ياخذوا القرار الصائب في حق هذا الفيلم هذا، واياكم تنشروا هذا الفيلم، لان راه كيسيء المغرب، كيسيء المغاربه، وكيسيء المراه المغربيه، والمراه المغربيه شريفه وحره. فكيف يعقل هذا الانسان هذا يخرج بهذا الفيلم هذا ويشوه بالمراه المغربيه؟ هذا ما كنقبلوش نهائيا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يبعد علينا ويبعد على بلادنا هذه الوجوه هذه المسيئه للبلاد. المراه المغربيه مستهدفه من أطماع خارجية هي التي تجعل هذا الفاسق، أنا أعتبره فاسق، يعمل هذا 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 الجرم. ونطالب من الحكومة المغربية ومن الفعاليات المجتمع المدني أن يقوم بمسيرة تنديد ضد هذا الفاسق. رأيي على الفيلم ديال نبيل عيوش أنا ما متفقاش، خد فعلا هذا الشيء كاين عندنا في المغرب، ولكن شو الصورة ديال المرأة المغربية وطيح بينا وصافا با. زعما ديجا حنا عندنا سمعه خايبه في الدول العربيه وكل شيء، وزعما المراه المغربيه ما فيهاش هذاك الشيء، كاينين بنات الناس وكاينين حوايج زوينين، يعني بلاص ما يطلعوا بالمراه ويبينوا حوايج زوينين طيحوا بينا. وكنطالبوا بان المسؤولين يتدخلوا ويعني ما يبقاوش يديروا بالافلام بحال هكا. حنا ديجا دول عربيه مغاربه مسلمين، ما كاينش عندنا هذا الشيء. المغرب فيه حوايج زوينين، وماشي على المراه المغربيه اللي كاين هذا الشيء، فعلا كاين في الواقع، ولكن ماشي على المراه المغربيه اللي كدير هذا الشيء، راه كاع في كاع البلدان كاين هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك انا كنوب على دونك الجمعيه ديال المدربين المغاربه في بلجيكا. دونك حنا ناس مهتمين بالرياضه، ولكن غيكون السوجي ديالنا دونك على الفيلم اللي كنا شفناه في الانترنت ديال نبيل عيوش. وزعما هذا ستان ميساج للناس المسؤولين ديال المغرب بان هذا الفيلم هذا كيمس الشخصيه ديال المغربي وكيعين الكرامه ديال المغربي، حيت المراه المغربيه راه اختنا وراه يعني كاين امهات ديالنا. دونك عيب وعار بان نشوفوا مقطع سينمائي اللي كيعين المراه المغربيه. المغربي الحمد لله كما كنشوفوا هنا في بلجيكا كاين مغاربه اللي هما رياضيين، كاين مغاربه اللي كيعليو بالرايه المغربيه، ولكن ما خصناش نخليو الناس اللي كيمسوا يعني اللي كيمسوا المغرب ولا اللي كيمسوا يعني اي مواطن مغربي ولا كيمسوا مثلا المراه المغربيه. هذا الفيلم خصو يعني يتوقف، وهذا السيد هذا خصو يعني هو اصلا في البدايه نبيل عيوش راه التاريخ ديالو كيشد فيه، بعدا في البدايه في الافلام ديالو الاباحيه دائما كيخرج لنا بافلام لا تليق بالمجتمع المغربي المحافظ ولا بالمراه المغربيه. احنا المغرب تبارك الله راه بلاد ديال الاولياء والشرفاء، جابنا في هذا الفيلم الاخير كيصور المراه بواحد الطريقه، لان اللي غادي يتفرج في الفيلم غادي يحسب لان المراه المغربيه بهذا الشكل هذا. قدروا باش نكونوا منصفين نقدروا نقولوا بان هذاك واحد الواقع معين في المجتمع، ولكن ما نقدروش نعمموه، لان باش نوصلوا بان المراه المغربيه بديك الدرجه ديال الفساد ببروكسل. في الحقيقة تنتأسفوا لظهور هذا الشريط اللي ظهر دابا الآن ديال المخرج نبيل عيوش، وكل الناس تتعرف شكون هو نبيل عيوش. فتنتمنوا أن السلطة المحلية ولا المسؤول على القطاع تأخذ بعين الاعتبار الخلفية التاريخية والدينية والحضارية لبلاد المغرب اللي تتعد بقرون، بأننا احنا ما محتاجينش نعرفوا بالمغرب، لأن المغرب الحمد لله معروف عنده تاريخه. فهاد الفيلم ولا هاد الشريط الأخير اللي عملوا نبيل عيوش فهو واحد الغلطة من غلطات المسار الفني ديال نبيل عيوش اللي في اتجاه أبناء المغرب. وتنتمنى لكل الناس الساهرين على هذا القطاع بأنهم ياخذوا الموقف من هذا الفيلم، حيث بأنه يحط من صورة المرأة المغربية الشريفة.
مختلفه. فاذا كانت بعض الاغلاط السينمائيه تعطي حريه التعبير ولا حريه ديال العمل، ما يوصلش به الحد انه يوصل يعري الواقع اللي ما كاينش في المغرب ويحط واحد صوره قبيحه للام المغربيه والاخت المغربيه وللبنت المغربيه. فحنا تنتمناو من الله سبحانه وتعالى ومن صاحب الجلاله انه ياخذ يعطي امره السامي لتوقف او لوقف مثل هذه المهزلات اللي تتمت بكرامه وشخصيه المغرب.